ايوه جاي والله، ناس من البيت اهو. ايه؟ لا مينفعش، مينفعش يشوفونا سوا، اصل ممكن يمنعوني ان انا انزل البيت تاني. لا لا لا، ولا اول الشارع ولا جنب البيت، اصل لو شافونا سوا مش هيحصل. طيب انا متاكد من الكلام اللي انا بقوله، والله ما هتاخر، انا اهو جاي في الطريق. سارة سارة سيرو. نعم يا زينب، عايزة ايه؟ بص يا صرصورة، عايزة اسألك سؤال رفنطوع قد كده. هو الواد آدم له صحبات بنات؟ بنات؟ يعني عنده صحبات، يعني مصاحب صحبات بنات يعني؟ هو عنده صحاب ولاد عشان يبقى عنده صحاب بنات؟ يعني ملوش. عموما لو قصدك اللي انا فهمته، جايز عنده وانا معرفش. يا سارة، تصدقي يا سارة انت الوحيدة اللي في البيت ده ما بطلعش منها بعقاد نافع. بعاد؟ يعني ايه بعاد؟ بنستعمل فيه ايه ده؟ العقاد يعني اللي بنلبسه كده في صدرنا، العقاد. نامي يامي، نامي نامي يا سارة، نامي يامي، اصبحي على خير بالنهار، نامي يامي. جاي والله جاي. لا مش هتأخر. يلا يا ابني اخلص بقى، انا واقف في الشارع ساعة ونص. وبعدين انا مش فاهم انت خايف من ايه؟ لعيلتك دي ما فيهاش حد يخوف اصلا، ممكن نقول غير جدتك، ومش مركزة معاك خالص، غالبا الزهايمر ابتدى معاها. الو الو عمر، الو، كده يا ولد بتكلم ابن عمك من ورانا؟ هو ده الادب؟ اتفضل. يا نهار مش فايت، واحنا اللي مفكرين الحكايه فيها بنات؟ بتكلم ابن عمك؟ ابن عمك؟ اميره، انت يا بنت اللي اسمك اميره. اسمعي يا بنت، انت لو انت مش عارفه تربي الولد ده سيبيهولي بقى وانا اربيهولك. ادم عمل ايه؟ يعني ايه عمل ايه؟ مش عارفه ان هو بيكلم ابن عمه من ورانا؟ يا نهار اسود، كلم ابن عمه؟ طب ما يكلمه، عمل ايه يعني؟ ايه ده؟ انتي بتهزري ولا ايه؟ ولا انتي خلاص الاستهتار بقى في دمك؟ يعني ايه كلم ابن عمه من ورانا؟ لا لا لا، مش بيكلمه وبس، ده كمان بيخرج معاه.